وحده منه العون وحده منه العون. أهلا وسهلا بكم أحبائي المشاهدين، مشاهدي الفضائية الأرامية من كل مكان. سلام الرب يسوع المسيح يكون معكم في هذه الليلة المقدسة اللي كلنا مجتمعين بها باسم الرب يسوع المسيح، وإحنا متوقعين بركات كثيرة. نوافذ السماء هذه الليلة راح تنفتح، والرب راح يغمرنا ببركاته إحنا وأنتوا. أهلا وسهلا بكم أحبائي المشاهدين، وإله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. هذا هو شعارنا لهذه للأسبوعين القادمين في حملة جمع العطاءات لعمل الرب، عمل الخدمة في الفضائية الآرامية. وعدنا احتياجات روحية. احنا هاليوم او بهالأسبوعين راح يكون عندنا برنامج مكثف من ترانيم، تسابيح، صلوات، واحنا وانتم راح نطلب وجه الرب بأشياء كثيرة، مو بس أشياء مادية، بس أيضا إحنا نطلب خلاص نفوس كبيرة راح بعدين نتطرق لها. بس أحب أرحب بضيوف البرنامج في هذه الليلة اللي جوي معانا من أماكن بعيدة، وأحب باسمي وباسم الأرامية والعاملين بالأرامية أحب أرحب بكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم. وعلى يميني الأخ المرنم سركيس دياربي. أهلا وسهلا بك أخ سركيس. أهلا وسهلا فيك يا أختي. أنا بشكر محبتكم، وحياة يمكن لنا وقت طويل ما طلينا. بشكر الآرامية اللي عم تفتح لنا مجال دائما نكون من الفعلة اللي عم يبنوا بخدمة الرب. أنا بشكر محبتكم وبشكر دعوتكم لإلي، وباسم يسوع الرب رح يباركنا بركة عظيمة اليوم. خليكم معنا. أمين أمين. والأخ فرحان، أهلا وسهلا بك أخ فرحان معنا، ورح تعملنا أبديت على غرفة الصلاة اليوم. وأيضا الدكتور القس رائف عزب، أهلا وسهلا بك معنا دكتور. هيفا سعيد كتير أكون مع في بيتي، وأنا مين. بقول الأرامية it's my home، وأنا بقول مش بس بيتي لكن بيت كل اللي بيشوفونا. أمين. نشكر الرب. وأهلا وسهلا بك أخ سهيل، والأخ المحبوب أخ توفيق. أهلا وسهلا بك أخ توفيق. أهلا وسهلا بك أختي. الرب يباركك ودي يستخدمك، وأنت كنت بركة المرة الفاتت اللي كنت معنا. مبارك اسم الرب. أهلا وسهلا بك. خلي نفتتح برنامجنا بكلمة صلاة قبل ما نبدي. أخ سهيل ممكن ترفعنا بكلمة الصلاة رجاء. أمين. يا إلهنا الصالح، يا إلهنا العظيم، شكرك يا رب. نشكرك يا رب ونعظمك لأنك أنت هو الإله الحي. أنت يا رب الذي كنت في الماضي ولا تزال معنا في هذا اليوم. نشكرك يا رب لأنك أنت موجود، وأنت يا رب تريد أن تبارك شعبك يا رب، وتبارك عملك يا رب، عمل يديك في وسط السنين. أحيه يا سيد الرب. نأتي أمامك يا رب في هذا الوقت لكي يا رب نطلب بركة من عندك يا رب، بركة من السماء، لكي يا رب نجتمع باسمك، ولكي يا رب تكون رسالتك الحية تصل إلى أعماق كل قلب، وتفتح يا رب كل قلب، وتزرع كلمتك في كل بيت وفي كل نفس يا رب، لكي يا رب نجتمع سويا ونعرف يا رب بأنك أنت هو الذي تتكلم، وأنت الذي توصل كلمتك إلى كل نفس. سيدنا الرب نضع هذه الخدمة بين يديك، نضع يا رب هذه الفترة، هذه الأسبوعين يا رب بين إيديك يا رب، لكي أنت تأتي بنفوس كثيرة، وأنت يا رب تبارك العمل كما باركت يا رب في حياة نحمية يا رب وأنجحت العمل. هكذا يا رب عيوننا نحوك كيما تبارك يا رب هذا العمل، وترفع كلمتك وتوصل رسالتك إلى كل قلب باسمك إلهنا الصالح وربنا يسوع المسيح نطلب. آمين. 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 ولو راح أسلم الميكروفون بيد أخ سركيس حتى يقودنا فترة ترانيم وتسابيح ونعظم اسم الرب. بس أحبائي المشاهدين، التليفونات الآرامية مفتوحة، في غرفة الصلاة مفتوحة. إذا عندك طلبة صلاة، إذا عندك احتياج، أكو أخوة وراء يعني على التليفونات ممكن يأخذون احتياجك، ممكن يصلون إليك حاليا. وكلنا إحنا محتاجين إلى الرب أنه يتدخل ويعني سدد احتياج، أو إذا أكو طلبة صلاة لي
ناس كثير محتاجة إنه بالمستشفيات أو whatever، ارفع سماعة التليفون واتصل بالأرامية. وأيضا نحب نسمع من عندك بعدين، بس هسه خلي نسبح ونعظم اسم الرب مع الترانيم. ما أجملك ما أجملك حبيبي يسوع، ما أجملك أسجد لك أعبدك حبيبي يسوع، ما أجملك ما أجملك حبيبي يسوع، ما أجملك أسجد لك لا تتأخروا نؤمن.
هللويا مجدا. امين امين امين. شكرا اخ سلفيس، الله يباركك. واحنا راح يكون عندنا بعد ترانيم، راح تكون لنا كثير ترانيم وتسابيح، لانه المشاهدين الاراميه واللي يحبون الاراميه كلهم مشتاقين الى ترانيمك. الله يباركك يا اختي، شكرا لك. اوكي قس رائف، ايش عندك من كلمة الرب لنا اليوم؟ الحقيقة ما أحلاه شعار، الشعار الأسبوعين دولة شعار مليان بالثقة، مليان بالإيمان، مليان باليقين، مليان بالابتهاج، مليان بالفرح. شعارنا إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده، اللي كل واحد فينا إذا كانوا عاملين مثقلين بالخدمة الحقيقية في الأرامية عشان يوصلوا لنا رسالة في كل بيت، أو اللي بيسمعونا كمان، أنا بقول النهاردة إله السماء هيعطي كل واحد فيكم نجاح. إله السماء هيبارك بيوتنا، إله السماء هيبارك أولادنا، إله السماء هيبارك أشغالنا، إله السماء خلينا ننتصر بالإيمان على الظروف اللي بنمر بيها في الأيام دي. بس أحب أقرأ معاكم كلمات جميلة من سفر نحمية، سفر نحمية من الأسفار الرائعة اللي منه شعرنا. فأنا هقرأ من الأعداد، من الأصح الأولاني، الأعداد الحلوة اللي بدأت بالخبر اللي وصل لنحمية. خلينا أقرأ من بداية الأصحاح، الأصحاح واحد بقول كلام نحمية ابن حكلية حدث في شهر كسلو في السنة 20 بينما كنت في شوشن القصر، أنه جاء حناني واحد من إخوتي هو ورجال من يهوذا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم، فقالوا لي أن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت، لما بنسمع الأخبار اللي تحتاج إلى دموع وبكاء، نحمية بيقول فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصياه، لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأ بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا، لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. دي كانت صلاة نحمية أحبائي، وابتدى نحمية في باقي الأصحاح وباقي الأسفار يتكلم عن قد إيه إله السماء العظيم، الإله المبارك، إله السماء يعطي النجاح، بس محتاج كل واحد فينا لأننا عبيده نقوم ونبني. أمين أمين أمين. شكرا قس رائف. يعني إحنا بهذه الأسبوعين مثل ما قلنا قس رائف أنه فعلا عندنا، يعني ولو هي حملة جمع العطاءات الأرامية، بس عندنا احتياج نصلي ونطلب أنه مثل ما يعني الورقة اللي نطلت لكم إياها، أنه غرض من هذه الحملة في هذه الأسبوعين هو مو بس لتسديد احتياج الأرامية، واللي إحنا راح بعدين نذكر شنو احتياج الأرامية، بس أيضا خلينا الغرض الأول هو نصلي أنه الرب ينطينا أقل شيء 100 شخص في هذه الأسبوعين، هذه الأسبوعين 100 شخص أنه يجي ينطي قلبه للرب. وبعدين الرب ممكن أنه يعني ماكو شيء مستحيل أو صعب عند الرب أنه يسدد احتياج الأرامية. اسم الرب يسوع. أخ سهيل كان عندك كلمة. أمين. نشكر الرب. الحقيقة أنا بنعمة الرب سفر نحمية من الأسفار الرائعة جدا اللي بتعلمنا عن قيادة نحمية وسماعه لصوت الرب والغير اللي كانت عنده. بالأسبوعين بنعمة الرب في حملة للأرامية حتى يعني تشارك كل شخص عم بيسمع وكل شيء مشاهد
نكون مع بعض، لأنه لما نحمي بلش ما بلش لوحده، ولكن البداية كانت الرؤية اللي أعطاها الرب. فهو أول خطوة بلش فيها بسر النجاح اللي هو التوبة الحقيقية عن خطاياه وعن شعبه. أنا بدي أقول شغلي بس لكل مشاهد، الحقيقة نحن منحب النجاح ومنحب أنه الرب يتمجد في بيوتنا، في حياتنا، في كنائسنا، في الأرامية، في كل مكان. لكن الخطوة الأولى هو نيجي لعند الرب نقول له يا رب إذا كان فيني شيء غلط أنت شيله. ولما بناخذ بهالخطوة هاي، لأنه إذا بتلاحظي بأول صلاة صلاها اللي قريها الأخ الحبيب رائف، أول خطوة كانت أنه حط خطاياي قدام الرب، قال له يا رب أنا بعدت عنك مشان هيك أنا جاي لعندك وبدي أطلب النجاح منك. أول شيء النجاح من الرب، مش من أي شيء تاني، مش من نشاطات، مش من أي شيء تاني، لكن الرب اللي بيعطي النجاح. وعيوننا على الرب في هاليوم وفي هالأسبوعين في كل أيام الحياة، عيوننا على الرب لأنه هو مصدر النجاح، هو مصدر البركة. وكلياتنا مع بعض باسم يسوع رح نوقف هالأسبوعين ونقول له يا رب بين إيديك نضع حياتنا، نضع الأرامية، نضع هالخدمة اللي تكون بركة لكل الكنائس ولكل العائلات في كل مكان. آمين. آمين. شوف أخ توفيق عنده شيء على قلبي ينطينا، تفضل. الرب يتمجد في هذه السهرة وفي هذه الأيام اللي في كلمة، أنه التمسك بكلمة الله، أنه رأى شبه الرسول بطرس كلمة الله بأنها سراج منير في موضع مظلم. أنا شايف وبالروح القدس شايف أنه الفضائية الأرامية هي سراج منير في موضع مظلم. وليش هذا السراج المنير؟ لأن النفوس محتاجة خلاص، والرب حط الأرامية الفضائية عشان يكون في خلاص، عشان الناس يفتحوا الشاشة التلفزيون ويسمعوا لكلمة الرب وتدخل على القلوب وتفتح قلوبهم وتفتح عيونهم، والناس يبكوا بفيضان ببكاء من فرحة لما الرب يلمس قلوبهم ويشفيهم بخلاص وبمحبة. احنا هيك نفرح، هيك الفضائية الأرامية تفرح، هيك الرب يسعدنا ويعطينا نجاح. امين امين امين. شكرا. امبارح كنت باوهايو، فشخص بيوقفني بيقول لي انه كانت هو شخص اصل عائلته من السودان، فبيوقفني بيقول لي كانوا ماما واخي مسافرين على السودان، واحد من الأرامية اتصل معهم وطلبوا صلاه، فصلى معهم. قال لي يعني حسوا بانه فعلا الأرامية مش هي بس الاذاعه البعيده عن كل الناس، ولكن هي الإذاعة اللي هني بيقدروا يتصلوا معها ويحكوا معها وتصلي مشانهم ويصلوا مشانها. هيدي الحقيقة الهدف، أنه تكون الأرامية هي الوسيلة اللي بتوصل للناس. أمين. مش أنه بعيدة عن الناس، ولكن مع بعض نقوم بهاي الخدمة. أمين. أمين. عندنا خط، خلينا ناخذ هذا الاتصال. احبائي المشاهدين، الخطوط مفتوحه امامكم، ارفع سماعه التليفون اذا عندك طلب الصلاه، ممكن نصلي لك هنا كمجموعه، او اكو اخوه قاعدين جوا انه ممكن ياخذون طلبه الصلاه، او اذا تحب تدعم الخدمه فممكن انه تشجعنا بهذه. خلينا ناخذ ام نادي على الهواء. اهلا وسهلا بيكي من كاليفورنيا. اهلا بيكي. اهلا وسهلا ام نادي، تفضل. بدي أكلم القس رائف لو سمحتي. القس رائف معك. أهلا بيك يا أم نادية، سعيد أسمع صوتك. إزيك، أنت عامل إيه؟ أنا بخير بشكر الرب. إزيك أم نادي؟ سوري أنا ما عطتكش تليفون ميلاد من ساعتها، لأنه أنا يعني اشتغلت كتير وما قدرتش أصدقني. أنا عايز أقول لك حاجة أم نادي، الكنيسة، خدمة التشفع في الكنيسة، الأرامية بيصلوا من أجل نائل، وإيد الرب القديرة العظيمة هتمتد بشفاء لنائل. نائل غالي على الرب كتير، ابن للرب، وإحنا منتظرين يد الرب العظيمة. الرب يخليك ويديك الصحة، بس هو عنده العملية يوم الأربعاء، لازم يعني عايزة صلاة مكثفة لو سمحت. آمين. 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 بنعمة الرب كلنا هنصلي. وأنا مش بس بقول الإخوة الأحباء الموجودين داخل المبنى في الأرامية، لكن بقول لكل اللي بيسمعونا
يرفعوا معانا صلاه من اجل نائل. نائل بيحب الرب كتير وغالي على الرب، وايد الله العظيمه قوه هتخرج من الرب يسوع لشفاء نائل في اسم الرب يسوع. امين. شكرا حبيبي. امين. سعيد اسمع صوتك يا منادي، وسلامي لكل حبايبي في فيكتور فيلو، ربنا يباركهم كتير. امين. سلم على الاخت هناء والاولاد. الرب يباركك كتير. الرب يبارك. شكرا حضرتك. شكرا يا منادي. امين. مع السلامه. امين. شكرا ام منادي. طبعا عندنا طلبات صلاه هاليوم راح نصلي لهم كلهم في أمين. نهايه البرنامج. وعندنا اتصال اخر. اهلا وسهلا اخو السلوى. اخو السلوى اهلا وسهلا، انت على الهواء معنا. ايوه تفضلي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. انا مبسوطه جدا ان انا مبسوطه جدا بقناه الاراميه. أمين. وبلمس فيها الاخلاص مش زي اي قناه ثانيه، لكن قناه روحيه فعلا وبتعمل لجذب النفوس للمسيح. امين. احنا بنتبرع للاراميه شهريا. والى جانب كده انا بجمع فلوس خاصه بيا وهبعتها كمان للاراميه. أمين. لان احنا بنحب الاراميه جدا جدا. امين. بس ليا طلبه عند حضرتك. نعم تفضل. القسيس رائف عزب يصلي لي جامد ان الايه اللي بتقول اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني تتحقق في حياتنا وتتحقق في حياتي انا بالذات. اسم الرب يسوع. والرب يباركك. الرب يباركك يا اختي سلوى. واحنا بنشكر الرب لاجل القنوات الفضائيه اللي بتشع بنور في بيوتنا، ونور الاراميه زي ما نور في بيتك منور في كل بيت. وهنصلي من اجلك، اوعدك هصلي في اخر البرنامج من اجل نجاح في حياتك وفي بيتك ولاسرتك في اسم الرب يسوع. آمين. شكرا. آمين. على تبرعك. الرب يبارك حياتك. امين. امين يا اخت سلوى. اهلا وسهلا اخو السلوى. احنا نشكر الرب طبعا على التكنولوجيا وعلى الفضائيات وعلى يعني اتذكر انه قبل 20 سنه ما كانت الفضائيات تعمل عملها مثل ما هسه الان. يعني بالعراق قبل 20 سنه احنا من كنا ما كان اكو اي فضائيه اي تلفزيون مسيحي. هسه الفضائيات تروح الى السعوديه وايران وبكل بيت بلاد العالم. نشكر الرب. نشكر الرب. نشكر الرب. اوكي اخ سركيس عندك كلمه لو بعدين. انا حابب اقول شغله. انا بشكر رب من اجل عم يتصلوا هلا وعم يتبرعوا لهم من الصبح لهلا. بس حقيقه انا بقول نحمي اول شيء عمله انه جلس قدام الرب وبكى وناح وصلى وصام. حقيقه رب يبارك تقدماتكم، لكن الله بده كمان نحن نصلي. يمكن الاشياء الماديه بتساعد، لكن احنا بنآمن انه الصلاة رح بتساعد اكثر واكثر. ويمكن احنا بنحس انه امرار صرنا بوقت ضيق، صرنا بوقت انه يمكن صرنا احنا محتاجين مثل ما قال داود بمزمور 31:20 وانا قلت في حيرتي اني قد انقطعت من قدام عينيك، لكنك سمعت صوت تضرعي صرخت اليك. الله احنا رغم انه احنا بنحس احنا بحيره وبضيقه وما عاد شو بدنا نسوي بكره او بعد بكره، لكن الله بيسمع صوت تضرعنا وصوت صراخنا. قبل التبرع يا خي المادي بقول لك اركع قدام الرب قل له يا رب انا هالقليل رح اقدمه يا رب، بدك انت تباركه يا سيدنا رب. واذا الطريق مسكر يا رب امامنا يا رب انت افتح السماء، لانك قادر يا رب انك تفتح السماء. والله يا خي بده يعطي مثل ما ارى هلا الاساس ان احنا الله اعطانا النجاح، لكن نحن نقوم ونبني باسم يسوع. نحن بنطالبكم اليوم انكم تقوموا معنا. أمين. تحطوا ايدكم بايدنا. أمين. باسم يسوع. لانه الكنيسه والخدمه مش واحد، هي انا وانت وانت وكل واحد فينا. ايدك بايدي يا خي باسم يسوع بدنا ندوس على ابليس. أمين. واسم الرب يسوع بده يمتد وتخومه رح يتوسع. نعم. وملكوته رح يمتد. نعم. لكل العالم. وكل ما انت عم بتشارك يا خي انا بقول لك الرب بده يجي اقرب وقت. أمين. متكلي عليك انت وعلي انا وعلى كل شخص بقدرات رب. شو أعطاك قدرة؟ هالقدرة يا رب قليلة، لكن معك يا رب رح تكتوى ورح تقوى. والرب بده يبارك يا خيي. وأنا عندي مش مية، هني قالوا 100 شخص، بس أنا بآمن أنه 100,000 شخص الرب بده يجيب. مش بس بأمريكا، بكندا وبكل العالم. 100,000 لبل 100 مليون لبل كل الأرض ستخضع للرب يسوع. أمين. والرب رح يجي على السحاب قريبا. هللويا. أمين. أمين. شكرا. خلينا أقول الكلام اللي بيقوله الأخ سركيس. إحنا إذا كنا بنقول 100 شخص يرجعوا في ال 15 يوم،
على فكرة احنا مش بس عندنا الأرامية بتوصل الرسالة، لكن البشارة هتوصل الرسالة لكل العالم العربي ولكل الأحبة في أوروبا. فأنا عايز أقول النهاردة كلمة الإنجيل الحلوة المباركة اللي تقدر تفتت القلوب الصخرية وتقدر تدوب الإنسان قدام الله، هذه الكلمة العظيمة هتصل لقلبك وهتيجي قدام الرب وتتوب وترجع، ونفرح بالأخبار واتصل بينا وعرفنا أخبارك. الرب صالح. هللويا. أمين. أسراء راح نكمل معك، بس هسه خلينا ناخذ فد فاصل من الترانيم وبعدين. ما أبهى هللويا، ما أروعك ما أشهاك، بدك مع الطبلة ها يلا. ما أبهى اتصال على الهواء، بس احب بس للاحبه المشاهدين انه نقول لهم انه الحمله دعم الاراميه في هالاسبوعين، اولا هو بالحقيقه مو بس حمله دعم، بس هو حمله يعني تعظيم وحمله احتفال اسبوعين بعمل الرب الاراميه وشكر ورلي تعظيم لعمل الرب. الشيء الرب ده يعمل اعاجيب كثيره بالاراميه، وراح نسمع بعدين اختبار من غرفه الصلاه من الاخ فرحان. بس نحب اولا النقطه الاولى قلنا على الاقل 100 شخص يقبلون الرب يسوع المسيح بهالاسبوعين، واحنا بعدين ويكلم انهم مو 100 شخص لكن 100,000 مليون باسم الرب عم يختلبك ورفع دم الرب. هللويا. الاحتياج الآرامية أحبائي المشاهدين أو أنه المصروفات اليومية للآرامية من يعني مصروفات بصورة عامة للآرامية والبشارة محتاجين لتسديد هذه مصروفات الإرسال للبشارة والآرامية، يعني الإير تايم اللي ندفعه للبشارة والآرامية شهريا يعادل about 45 إلى 50,000. وعدنا إحنا طبعا الآرامية
نحب انه باستمرار نشتري برامج جديده. يعني احنا طبعا عندنا انتاجنا بالاستوديو انتاج الاراميه، بس نحب ننوع برامج للاطفال، برامج للعائله، برامج للشباب، برامج مختلفه. فطبعا هاي تحتاج انه احنا ما نقدر كلها ننتجها هنا بالاراميه، ولو احنا نصلي انه الرب ينطينا مكان اوسع وينطي يعني امكانيات ماديه اكثر حتى انه نسجل برامج بالاراميه. بس احنا ممكن من بروديوس وشراء هذه البرامج طبعا كلش مكلفه وكلش غاليه، لهذا هذا عندنا احنا بجت قليله لهذه، بس احنا نريد نزيد البجت لشراء البرامج الجديده. وايضا طبعا برامج البث المباشر، احنا يوميا عندنا برنامجين للبث المباشر، قسم منها منا وقسم منها في خارج يعني مشيا، بس احنا اكثريه البث البرامج مالتنا هي من استوديو الاراميه. ونحب انه طبعا كل بث مباشر يعني يكلف كثير، لانه مثل ما تشوفون التكنيشنز يعني بالاضاءه وراء الكاميرات. ايضا عندنا طبعا اذا تشوفون على الويب سايت مال الاراميه عندنا ثلاث قنوات، قناه التسبيح وقناة 24 ساعة الأرامية، ويعني ممكن أي واحد يشاهد الأرامية من خلال الويب سايت 24 ساعة، وأيضا البشارة موجودة على الأرامية. فعندنا ثلاث قنوات، وهاي ثلاث قنوات طبعا إحنا أي واحد يشاهد هالثلاث قنوات احنا اللي يعني تعتمد على عدد المشاهدين، جهد ما يشاهدون يعني من يروحون على هالويب سايت الاراميه هي اللي تدفع فلوس التايمينج مال هذه القنوات. وطبعا يعني بالنسبه للعاملين، وعندنا طبعا الضمان الصحي والتامينات للي يشتغلون في الاراميه الامبلوي. طبعا يعني رواتب مو كثيره، رواتب بسيطه، لانه كلهم يعتبرون نفسهم هم ميشنريز مرسلين ودا يشتغلون. طبعا الاجهزه باستمرار احنا نريد نعمل ابديتنج للاجهزه مال الاراميه. و طبعا عندنا القسم الاخر اللي نفكر بانه انشاء وتطوير قسم للمتطوعين والعاملين بالاراميه، وبعدين طبعا راح يعني نعمل ابديتنج حول اللي راح الفولنتيرز والمتطوعين، اللي هذا هو قسم اخر الاراميه ده تحب انه تطوره. انشانا احنا هذا القسم، بس الرب ده يبارك. والبارحه كان عندنا فت احتفال هنا، يعني مع الاسف ما حضر الفيديو، بس احنا بعون الرب يمكن باشر راح يحضر الفيديو حتى الأحبة المشاهدين يشوفوه. كان عندنا صلاة في كل أجنحة الآرامية، جوي 40 واحد من الكنائس، وكان عندنا احتفال آخر، احتفال يعني صلاة وتعظيم اسم الرب. بعدين طبعا احنا كلنا نعرف انه اكو الايكونومي واكو نقص بالدخل بالانكم، لانه بسبب الظروف الاقتصادية، بس ماكو شيء صعب عند الرب، واحنا اتكالنا واعتمادنا على الرب اللي هو يسدد كل احتياج. ومثل ما بدينا الاراميه ب $1,200 فقط 13 ساعه، الرب راح يسدد وكان يسدد الاحتياج وراح يسدد هذا الاحتياج. فاحبائي المشاهدين نحب انه تشجعونا، ترفعون سماعة التليفون وتتصلون اذا عندك طلبه صلاه، او اذا تحب انه تساهم باي جزء من الاحتياج الاراميه بصوره عامه. احنا نحب انه نسمع من عندك، اذا عندك اي اختبار اي شهاده نحب نسمع من عندك حتى تشجعنا. اخ فرحان، اوكي، شو كنت بدينا بغرفه الصلاه، او انت يعني بديت بغرفه الصلاه، وانطينا بس كم يعني اختبارين، وشنو الرب يعني ايش يسوي الرب من خلال غرفه الصلاه؟ حقيقة أخت هيفاء احنا واقفين مذهولين في كيف إله السماء دي ينطي نجاح ودي يعضد هذه الخدمة. أمين. وهي ليست خدمة إنسان ولا خدمة شخص معين، لكنه الله يحب أنه المؤمنين أن يصلون. لذلك كان في يوم من الأيام شخص بيخدم هنا معنا من المتطوعين واقف في الكورنة ودي يصلي، وكان التكنيشن يلفون من حوله ومرات يطخون في، وكان ازدحام. ف اتصلنا بالدكتور باسم، يمكن كان في ديسمبر 21 السنه اللي مضت، وقلنا له اخ باسم احنا اخذنا الاوكي من السماء،
الرب انطانا الاوكي انه نفتح هذه الغرفه ونشوف شو هي النتائج. لابد انه الرب يستجيب. امين. فجينا يوم الاحد وخلينا على الشاشه اذا انت متالم. ومن متالم؟ كل متالم. مين مش متالم؟ من مش محتاج صلاه؟ اتصل الان بغرفه الصلاه. انا والاخ سعد كنا متوقعين تليفون واحد يمكن او اثنين، لكن اكتشفنا انه حتى التكنيشن اللي كان بيشغل السكرولينج بدا هو ايضا يصلي. قال انتوا شو عملتوا في؟ انا كنت اليوم داي اوف بس جبتوني. وبدا الرب يشتغل. ووراها باسبوع احنا كنا محبطين شويه لانه ما دا نسمع الاختبارات اللي دا تجي بسبب غرفه الصلاه. لكن ابتدت الاختبارات، الرب شفاني والرب اشتغل في حياتي، وانا اليوم حصلت على شغل جديد والرب شفى والدتي. وبعدين تطورت الخدمه الى ان بنينا غرفه صلاه. احد الاخوه المباركين قال خلينا نبني الغرفه هنا لا يصير كلنا نكون في مكان واحد. ابتدينا قبل اسبوعين تقريبا نتصل بالمستشفيات. يعني اي شخص، انا ادعو اي شخص اليوم عنده مريض بالمستشفى ان يتصل هو بينا وينطينا رقم تليفون الغرفه والمستشفى. وامبارح كان في شخص كثير تعزى قال لي يا اخواني صار لي اسبوعين وابني عنده كوما واحنا بنصلي لك يا اخ عيد انت والابنك. امين. قال ما حدا اجى قال لي كلمه ولا شجعني، انا وزوجتي كنا حنموت وراء هذا الولد. والتليفون اللي انتم هزيتوا المستشفى بصلواتكم وانا بشكركم. وقصص كثيره، وواحده من هذه القصص شفاء امراه بالسرطان، احد الاخوه هنا صلى معاها. فاحنا بندعو كل انسان، كل انسان متالم، كل انسان مريض. اليوم في عندنا فريق جيش جنود الرب بانتظار انه يرفعوا الاخوه بالصلاه. امين. واله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده، لكن نقوم ونبني. أمين. لان كان الله معنا فمن علينا. امين. امين. هو فعلا اللي يجي ويصلي مع الاخر هي مو بس بركه واحد ينطيها، يعني يبارك الاخرين بس هو يتبارك بها. خلينا ناخذ الاتصال. الاخ ساره على الهواء معنا، اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا اخ ساره. سلام المسيح يا احبه. اهلا وسهلا. خليكم معي ثانيه واحده. يا حبة يا أهلا أهلا وسهلا بك يا أخ سارة. أختي الحبيبة السلام ومحبة الرب يسوع لكم ومعكم. الله يبارك. من كنيسة، أنا سارة من كنيسة النور والحياة وخادمها الأمين جان بشاي. وأيضا من غرفة جيزس لاف. أيضا هي الآن بتنقلكم يا أحبة. أمين. أحييكم باسم المسيح يا كل العاملين والساهرين على طين نظارتي. خليني اخذ نظارتي ثانية واحدة نظارتي. سوري حبيبتي سوري. تفضلي. والساهرين لرعايتنا الروحية بحسب الكلمة الكتابية التي كنا نفتقدها في حياتنا اليومية وقبل ميلاد الفضائية الآرامية. الإنجيل المقرئ والمسموع 24/7 اللي حملت المسيح همومنا وأثقالنا وآلامنا. يا رب يباركك، باركك الرب يا غالية، سدد خطواتك واحتياجاتك ومجده عليك يرى. أطلب من كل الأخوة المشاهدين للفضائية الآرامية عروسة المسيح وكل المؤمنين والمستفيدين والمتعلمين والمتباركين بصلوات وخدمات قناتنا المقدسة أن يأخذوا البركة بتقديم المساعدات بكل أنواعها لاستمرار الخدمة للجميع لتسديد احتياجاتنا الروحية والجسدية. واعلموا يا أولاد الرب إن الرب يعوض تعب محبتكم أضعاف أضعاف، لأنه الغني الذي لا يبات مديونا لأحد، يعطي بسخاء ولا يعير. أمين. أمين يا ربي. بارك الآرامية، صلوا من أجلي.
رب يبارك كل محبتك. شكرا من اجل صلاتك. هي متواضعه بسيطه من فضلات وخيرات وبركات الرب علي. الله يبارك فيك. اشكركم احييكم وبارككم. شكرا جزيلا اخت ساره، شكرا على محبتك وشكرا على تضحيتك وشكرا فعلا على اخلاصك للرب، والرب يباركك وراح نصلي لك بنهايه البرنامج. شكرا. قس رائف. الحقيقه احب بس اشجع اللي احبه اللي بيشاهدونا ان كانوا في نورث امريكا او في الشرق الاوسط، انا بشجعكم. الشعار بتاعنا اله السماء يعطينا النجاح. الكلام الجميل اللي قالته الأخت هيفاء من شوية، أنه الهدف بتاعنا أحبائي مش أن إحنا بنبحث على الأموال، لأن الأموال دي بتيجي من قلوبنا، بتيجي من اللمسة الإلهية، لمسة الله داخل القلب. بس أهم حاجة يهمنا تغيير حياتك، وطالما الرب يلمس حياتك أنا عايز أقول الرب هيزورك النهاردة. صدقني الرب هيزورك النهاردة. يمكن أكتر حاجة شدتني في سفر نحمية أنه نحمية حياته تغيرت تماما وانقلبت انقلابا كاملا بمجرد ما سمع خبر، بمجرد ما سأل السؤال عن أخبار اليهود حياة نحمية تغيرت تماما. فممكن النهاردة وانت قاعد معنا وانت بتسمع هذا الخبر الطيب عن يسوع المخلص، عن يسوع اللي بيحبك، يسوع اللي دفع الثمن لأجلك، وانت بتسمع معنا النهاردة، أنا عايز أقولك ممكن الله يغير حياتك تماما. وعلى فكرة الله بيزورنا كده زيارة فجائية جميلة إلى لادي، زي ما زار يوسف. يوسف حياته تغيرت تماما بمجرد ما قالوا له خبر إن فرعون عايزك. حياة يوسف تغيرت زي ما حياة نحمية تغيرت بمجرد ما عرف أخبار أورشليم، ابتدى ياخد خطوة جريئة. أنا حياتي تغيرت يوم ما سمعت في يوم من الأيام عن الرب المحب اللي بيحبني، اللي مات لأجلي، اللي غير حياتي. الرب النهاردة بيحبك، هو هيزورك النهاردة من خلال القعدة دي. وانت قاعد معانا، انت قاعد في كنيسة، انت قاعد في حضرة الله. طالما الله جمع اثنين أو ثلاثة، احنا أكتر من اثنين أو ثلاثة. لو عدينا كل اللي بيشوفوا قناة الأرامية وقناة البشارة في كل العالم بالمئات بل بالألوف. أحبائي أنا عايز أقول النهاردة، وإنت قاعد في بيتك وإنت قاعد قدام شاشة التلفزيون، الله بيزورك النهاردة. الرب عايز يعمل عمل جديد وعظيم معك، زي ما غير تفكير نحمية إنه ينطلق إلى خدمة الرب، زي ما غير تغيير يوسف، زي ما جه داود في يوم عادي، في يوم عادي زي أي يوم كان بيرعى الغنمات، جه لقي صمائيل مستنيه. تغيرت حياة داود تماما وصار ملك لإسرائيل. الرب النهاردة مستنيك، عايز يمسحك، الرب عايز يباركك. توب عن خطيتك، قول له يا رب بشكرك لأجل زيارتك، سمعنا النهاردة إنك عايز تسلم حياتك، هنصلي معاك. الرب عايز يزورك الليلة دي، والرب عايز يعمل حاجة جميلة معاك. أمين 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 أمين. الرب يباركك. هو فعلا الرب منتظر إنه الناس تفتح قلبها للرب. أمين. يريد يزور. أمين. المئات اليوم. أمين. يريد يزور المئات. يريد يعني يريدنا نشجع احنا همينا من يشيلون سماعة التليفون ويقولون انه نريد نصلي. أمين. نريد صلاة، محتاجين الى صلاة. او واحد أمين. واحد الرب لمس قلبه ممكن انه يرفع سماعة التليفون ويقول انه انا هاليوم سلمت قلبي للرب. أمين. حتى نشجع. اخ توفيق عنده طبعا اختبار كلش كلش حلو فعلاً. بس يعني لو هل بهالشو يعني بهال لايف توك شو تقول اختبارك، لو اذا اختبار طويل ممكن سكن لايف توك شو. انا بس احب اقول احب المشاهدين انه مثل ما قلنا برامج خاصة، برامج بث مباشر اثنين راح يكون عندنا هاليوم، راح يكون عندنا إلى الساعة 10 برنامج مباشر، بعدين راح ناخذ وقفة ساعة واحدة مع يعني برامج متنوعة، بعدين اللايف توك شو الثاني يبدي من الساعة 11 إلى الساعة واحدة، وبكرة راح يكون عندنا 3 لايف توك شوز يعني متنوعة. فابقوا معنا، راح يكون عندنا ترانيم وراح يكون عندنا يعني برامج متنوعة راح نحتفل بها بعمل الرب. أمين. أخت توفيق. شكرا أخت حيفا. كان بدي بس أرجع لموضوع الصلاة. الصلاة هي صلة بالله، وإحنا كمؤمنين لازم يكون عندنا دائما صلة ما توقفش من يعني لاسلكية.
لما نتصل بالسيلفون لأحبائنا أهالينا تكون دائما معنا أخذ وعطاء مع الرب. نفس الشيء لما تكون صلاة صلة بالله هو أمين ودائما بيجاوب صلواتنا. احنا صلاتنا مثل نحمية الرسول. بدي أقول بس أرجع وأقول الآيات شوية، لكن هذه المرة حنصلي عشان الفضائية الأرامية ونقولها بطريقة نحمية زي ما قالها هو في قائلا في صلاته بعد ما قال أنه وصمت وصليت أمام إله السماء قائلا إيه؟ يا أيها الرب إله السماء، أيها الإله العظيم المرهوب الذي يحافظ على عهد رحمته لمحبيه. احنا حنقول الذي يحافظ على الفضائية الأرامية. أمين. الذي يحافظ عليك أخوي وأختي في بيوتكم على الشاشة في 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 سهرتكم الليلة معانا، يحافظ عليكم إله المحبة وحافظي وصاياه. احنا هم حافظي وصاياه. أرهف أذنيك وافتح عينيك. أمين يا رب. لتسمع صلاة عبدك الذي يبتهل إليك. هذه صلاتنا الليلة عشان الفضائية الأرامية، عشان كل حد بيسمع هذه الصلاة أو يصلي معنا الصلاة. الرب أمين وحيسمع لصلاته وحيستجيب ويفتح له قلبه بكل المجد في كل وقت. أمين. نشكر الرب. كل المجد. خلينا ناخذ الاتصال وبعدين نروح على فترة تسابيح وترانيم. أمين. مع الأخ سركيس. أمين. الأخ أبو كمال أهلا وسهلا بك. مرحبا وكيفا. يا أهلا وسهلا. الرب يبارككم ويشجعكم ويقويكم ويثبتكم ويزيد من بركاته إلى أرامية يا رب. قوة ربي يسوع المسيح. Thank you. الرب يبارك. أقول لحزب الحمد لله السلامة وتوفيق واختيار بي. والأخوة الموجودين هناك معكم هم من أهل ديترويت، مو مشكلة. الرب يبارككم. الرب يبارك. يقول الكتاب المقدس في ملاخي: جربوني يقول الرب إن لم أفتح لكم قوة السماوات. صدقوني، بس مجرد أنه الإنسان يفتح قلبه وللأرامية ولكل البشارات راح الرب يعطيه آلاف آلاف، يعني 160 أو 30 وأكثر وأكثر. صدقوني بس والرب جربوني. آمين. والإنسان ما يبخل على كلمة الرب، صدقوني مهما كان. وشكرا، والرب يقويكم ويبارككم ويثبتكم. Thank you. آمين. شكرا أبو كمال، الرب يبارك فيك. Thank you. أخ سركيس عندك كلمة من الرب لنا وبعدين تراني. أنا يعني حياة بدي أقول ما بعد ما إنسان يصلي، كان عم بيقول هلأ خي توفيق والأسيس رائف، بيصير في عنده صلة مع الله. أنت صليت وصمت ونحت قدام الرب، بس إذا منلاحظ بعدد أربعة: فقال لي الملك ماذا طالب أنت؟ وكأنه الرب عم يقول لك اليوم أنت شو بدك؟ أنت يا أختي شو بدك؟ اطلبي اللي بدك اياه، مثل ما قال الرب لبرتيماوس: برتيماوس ماذا تريد ان افعل بك؟ واليوم السماء كلها مفتوحه والملائكه كلها جاهزه، كلها حاضره ناظره، حتقول لك اطلب. ما كانه رب الارض والسماء، الرب يسوع المسيح الذي به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان، الذي امر فقال فصار، بيقول لك اليوم ماذا تريد ان افعل بك؟ تصور وكانه الله بيقول لك شباك لبيك، شباك لبيك يا اختي، قولي اللي بدك اياه واللي بتقوليه رح يصير. ماذا طالب انت؟ وقبل ما تقول خليني اقول لك، ما تقول شيء قليل، لانك انت عم تطلب من رب الارض والسماء. كل ما تطلبونه باسم مؤمنين تنالونه. اللي بدك يا الطلبات قد ما فيك قول، حط قدام الرب والرب رح يعطيك. ماذا طالب انت يا خي؟ قول اللي بدك اياه والرب رح يعطيك شهوه قلبك، شهوه قلبك بعطيك اياها الرب. هاليلويا، الرب اعطانا واعطاك، له المجد يسوع. هاليلويا. اخسر كيس اياه انت حضر الترنيم، خلينا ناخذ هذا الاتصال وبعدين. اهلا وسهلا ام سرمد معنا. مساء النور، اهلا بيكي. السلام، رب المجد معاكم ومعاكي ايضا. اهلا وسهلا ام سرمد. الرب يطول
ويحفظكم لمدة إخلة. ونشكر الرب من أجل الإخوة الموجودين المباركين، الحمد لله على سلامتهم والرب يباركهم، ما شاء الله هواية هم والرب يفيدهم، ما نقدر نقول أسمائهم. وأتمنى من الرب يسوع أن تكون هذه 15 يوم يعني أبواب السماء تنفتح للأرامية. أمين يا رب. وأتمنى من الرب الناس تجي للرب، إن شاء الله كل كلمة تخرج من أفواه كل خادم وكل مبشر وكل مرنم اللي يسبح الرب تكون بذرة الرب يذبها في الأرض الجيدة لكي تأتي بشمر باسم يسوع المسيح. أمين. والرب يقويكم وكل تقلوبنا وياكم، وكل تنصلي على مستنجة حياة. إحنا نجاحنا مو بالفلوس لكن بكلب النفوس، خلاص النفوس. أمين. ونذكر الرب من أجلكم إن شاء الله، يا رب يقويكم ويشددكم باسم يسوع. باسم الرب معكم حبيبي. شكرا شكرا. الرب يبارك يا أخت أم سرمد. مالي غيرك أنا، مالي ألجأ لي ربي وأنا تعبان، مالي غيرك أحتمي بي لو جار الزمان، مالي غيرك أنا ربي وأنا تعبان، مالي غيرك أحتمي بي لو جار الزمان. انت الضامن بكرة ويومي، انت بتعطي راحة نومي، انت الضامن بكرة ويومي، انت بتعطي راحة نومي. انت وحدك بس بقدر ألجأ لي، مالي غيرك ألجأ لي ربي وأنا تعبان، مالي غيرك أحتمي بي لو جار الزمان، مالي غيرك ألجأ لي ربي وأنا تعبان، مالي غيرك أحتمي بي لو جار الزمان. انت ضامن بكرة ويومي، انت بتعطي راحة نومي، انت ضامن بكرة ويومي، انت بتعطي راحة نومي، انت وحدك بس. انت وحدك بس بقدر ألجأ لي، انت بتمسح دمع عيوني بتبدد قهاتي، انت امبارح يومي وبكرة عمري وكل حياتي، انت بتمسح دمع عيوني بتبدد قهاتي، انت امبارح يومي وبكرة عمري وكل حياتي، بتطمني وبتحضني ما بتتركني لحظة عنيك، مالي غيرك، انت ضامن بكرة ويومي، انت بتعطي راحة نومي، انت ضامن بكرة ويومي، انت بتعطي راحة نومي، انت وحدك بس بقدر ألجأ لي. وقت التعب وقت الحزن انت تعزيني، بأتون اللهب وسط المحن روحك يحميني، وقت التعب وقت الحزن انت تعزيني، بأتون اللهب وسط المحن روحك يحميني، انت رفيقي بطريقي
انت ضامن بكرة ويومي، انت بتعطي راحة نومي، انت ضامن بكرة ويومي، انت بتعطي راحة نومي، انت وحدك بس بقدر ألجأ لي، مالي غيرك ألجأ لي ربي وانا تعبان، مالي غيرك احتمي بيه لو جار الزمان، مالي غيرك ربي وانا تعبان، مالي غيرك احتمي بيه لو جار الزمان، انت ضامن بكرة ويومي، انت بتعطي راحة نومي، انت ضامن بكرة ويومي، انت بتعطي راحة نومي، انت وحدك بس بقدر ألجأ لي. يا ريت انتوا المشاهدين هلا تقولوا بس مع هالمقطع. انت ضامن بكرة ويومي، انت بتعطي راحة نومي، انت ضامن بكرة ويومي، انت بتعطي راحة نومي، انت وحدك بس بقدر ألجأ لي. هللويا. امين امين. شكرا اخ سركيس. احبائي المشاهدين، راح يكون عندنا برنامج اخر لايف توك شو من الساعة الوحدة الى الساعة من الساعة 11 الى الساعة 1 في هذا المساء، وايضا غدا راح يكون عندنا برامج اخرى بث مباشر، ثلاث برامج بث مباشر راح يكون عندنا بكره. فنحب انه نسمع من عندكم، ارقام التليفونات موجوده على الشاشه، الاخوه موجودين حتى يستلمون مكالماتكم، اذا عندك طلبه صلاه ممكن هنا الخدام الموجودين هنا ممكن يصلون معك ايضا، اذا تحب تتصل، وأيضا إذا تحب أنه تساهم في دعم عمل الرب في الفضائية الآرامية أيضا أرجو أنه تشجعنا وتتصل، أرقام التليفونات موجودة على الشاشة. أخ سهيل. أمين. الحقيقة نشكر الرب أجل حضوره أول. أمين. لأنه فعلا عم نتمتع بحضور الرب في هالوقت هيدا، في وجود الرب معنا، عم نتأمل بحياة نحمية، النجاح العظيم اللي وصل له نحمية. إذا طلعنا على حياة نحمية بنشوف إنه فعلاً هل كان في معطلات بحياة نحمية ولا ما كان في معطلات؟ إنه كيف شخص سمع بالخبر العظيم بتهديم المدينة اللي كان هو فعلاً يعني حضور الرب هناك، كان في كثير معطلات في حياته، لكن أول ما طلع نحمية للمعطلات كانت حياته بصير في إحباط. بتطلع على الظروف في حوالينا اليوم بصير في احباط، بصير في عندك بيقول طب انا كيف كانسان بقدر بعمل كل هيدا، انا كيف بقدر بحصل على النجاح؟ لكن لما بنطلع على الظروف اللي حوالينا، بنطلع على مشاكل اليوم، مشاكل اقتصاديه، مشاكل العالم، بتشوف كل شيء بينزلنا لتحت، كل شيء بياخذنا للفشل. ولكن شعارنا انه ما نطلع على الظروف، ولكن نطلع على اله الظروف. أمين. على الاله اللي فوق الظروف. هللويا. لانه مين متحكم بالظروف؟ مين مسيطر على الكون كله غير الإله الحي القادر على كل شيء؟ مشان هيك لما وصلوا لنحمية وقالوا له إنه أنت كيف رح تعمل هالعمل العظيم؟ أنت مين أنت حتى تبدأ بتعمل بهالشيء؟ شوف المعوقات، أنت شخص لحالك، شخص مش قادر، شخص بعيد عن البلد، شخص ما بتقدر تعمل شيء، ولكن بيوقف بيقول لهم إله السماء، إله السماء يعطينا النجاح، لأنه النجاح مش من نحمية، النجاح مش بإيد إنسان، ولكن القرار طلع من عند الله، إله السماء هو يعطي النجاح. أخي المشاهد، حياتك وحياتي والعمل عمل الرب مش هو عمل إنسان، ولكن هو عمل الله، وإن كان عمل الله فالنجاح من عند الله. لكن بيقول كلمة حلوة، شوف شو بيقول فأجبتهم وقلت لهم إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، وأما أنتم فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في أورشليم. يعني أنا بعتبره الله يعطي فرصة لكل مؤمن، الله يعطي فرصة للعالم، فرصة لكي للخاطي لكي يتوب، وللمؤمن لكي يشارك في عمل الملكوت. اللي بيستغل الفرصة بياخذ المكافأة وبيربح،
واللي ما بيستغل ما راح يكون له نصيب وما راح يكون له شركة وما راح يكون له نجاح. أما النجاح فمن عند الرب. نعم. لابد من النجاح لأنه الله هو الذي يعطي النجاح. أمين. الرب يقول هل يستحيل على الرب شيء؟ حاشا، لأنه هو المسيطر على كل شيء. بنقول كمان مع بولس بيقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. عزيزي المشاهد، عزيزتي، في شيء واحد بس بدي فعلا نطلع عيوننا عليه. لو كانت الظروف حواليك صعبة، لو كانت الأمور قاسية، لا تنظر على الظروف، ولكن دائما خلي عيوننا على الإله اللي فوق الظروف. أمين. على الرب اللي قادر يرفعنا وين ما كنا، لأنه إلهنا إله نجاح مش إله فشل. أمين. 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 شكرا. خلي عندنا اتصال ناخذه وبعدين نكمل. أعرف قسرائف عنده كلمة. أمين. أهلا وسهلا أخت ميري معانا على الهواء. هلو، مساء الخير. يا مساء النور، أهلا بيكي. شكرا. أنا بأشكر ربنا من أجلكم، وأنا عاوز أشجع قلوبكم. ربنا بدأ عمل جيد وعمل ناجح. أمين. فلا تخافوا أبدا. أنا أمين. متأكدة من قلب ربنا لقلبي، وعاوز أتصل الشعور ده لقلبكم. ربنا إدانا 365 آية اللي بيقول لا تخافوا. أمين. آية لكل يوم من أيام السنة، 365 سنة. وأنا عندي اختبار النهاردة. نعم. الأخ فرحان زميلي في الصلوات، وأنا بأشكر الرب جدا منه لأنه هو بيشجع قلبي، وأنا عاوز أشجع قلبكم كل واحد منكم. أختي هيفا والأخ باسم وراشا، كلكم متساويين في قيمتكم في نظر ربنا. اتصلت وأنا سألت إن هو يصلي من أجل صاحبتي اسمها لوري، كان عندها حاجة في قلبها حوالي 3 سنين، والدكاترة ما كانوش عارفين إيه المزبوط أبدا. المهم راحت المستشفى يوم 4 مارس، وأنا اتصلت بيكم قبلها بيوم أو يومين، وكنت أنا بصراحة عاوزة جدا 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 أنكم تصلوا بكل شدة علشان هي غالية قوي على الكنيسة. ولما راحت على المستشفى ما كانتش هي متأكدة إذا كان هم حيقدروا يعملوا الجراحة اللي هي كانت محتاجة لها. الدياجنوسيس كان كاردياك أبليشن، وأنا بالضبط ما أعرفش إيه معنته، بس قالوا إذا ما إحنا ما قدرناش نعمل أي حاجة أنا حنبعتك لبوستن في ماساتشوستس، وده كان حيكون صعب عليها قوي عشان يعني هم ما عندهمش يعني حالة مالية كويسة. بس أنا بقى كمان يعني كنت بشجعها، وأنا أشكركم لاختباري الجميل. ربنا بيعمل معاجز، معجزات كتيرة قوي نعرف يدوب يمكن 1%. المهم أنا أشكر الرب وأشكركم من جزيل قلبي إن لما راحت هناك ربنا حط إيده على إيديهم وعملوا عملية بسيطة، وهي من يوميها بتشعر كويس. هي كانت في الكنيسة امبارح وكان بتشكر ربنا إن ما كانتش احتاجة تروح على بوسطن. ربنا اللي هو في بوسطن هو في ولايتنا، في ولاية مين، وهو معاكم في غرفة الصلاة، وربنا بيسمع كل واحد من صلواتكم. بس أنا نصيحتي لكم عاوز أأكد قلوبكم بدون أي شك، عندما بتصلوا لا تخافوا ولا تشكوا في قلبكم، عشان ربنا بدأ عمل جبار بواسطتكم، وهو ربنا محتاج لكم عشان انتوا ايدين ربنا، انتوا بق ربنا. هو مش عاوز اي واحد يهلك ويروح الى الجحيم، ولذلك لا تخافوا. انا هقول لكم مرة تانية لا تخافوا. الرب اللي هو خلق the whole universe عارف يعني عارف انتوا اللي بتحتاجوه، وانا متأكدة قوي ان ربنا مش هيوقف اعمالكم وحيزيت انحاء العالم. ولما احنا نقف قدام ربنا في اخر يوم، لما نقف قدام ربنا هتعرفوا قد ايه
الوف وملايين اللي انتم بتفتكروا ان ما حصلش، هتسمعوا بودانكم العمل الجبار اللي ربنا عملها بقوته بمناسبتكم يعني بواسطتكم. فاشكركم من جزيل قلبي واشكركم من طرف ربنا. الرب يباركك يا اخ سركيس. انت نص ارمني انا ارمنيه وانا هللويا. عاوزه اتكلم خصوصا للشعب الارمني. انا ارمنيه، ما يهمش اذا كنتوا انتوا بتساعدوا اراميين، كلنا اولاد ربنا. أمين. وربنا مش عاوز اي واحد منا يروح في الجحيم. يس. النهارده لو تدوا واحد دولار لما تروح في السماء وتقف قدامه هتاخدوا ملايين كمكافاه. يس. واذا كنتوا انتوا تعرفوا ان كان المسيح هيجي بكره، مش انتوا تفتحوا جيوبكم وتدوا بكل كرامه. يس. انا بشجع كل واحد منكم، ما تخافوش تدوا كل ما تقدروا، ان هم الاراميه بتحتاج للفلوس عشان يعملوا عمل ربنا. وفي ايه شغل اشرف من شغل ربنا؟ امين امين. ربنا يباركك يا اختي. شكرا لك. اشكركم وربنا معاكم الى الامام يا اخ سركيس باغنياتك، والى الامام يا اخ فرحان بصلواتك. ربي يبارك فيك يا اخت ميري. شكرا على الاختبار العظيم، وشكرا على التشجيع، وشكرا انه فعلا ما نخاف لانه الرب معنا، وهو الرب اللي بدا هذا العمل هو اللي راح يكمله. الاخ اكرم كان معنا على الهواء، اهلا وسهلا بك اخ اكرم. مرحبا. يا اهلا وسهلا. أهلا أكرم. ممكن اطلب صلاه خاصه من اجل الجرين كارت الي والزوجتي رجاء بشير؟ صرنا 4 أيام مقدمين عليها ولحد الان ما جتني، فنطلب صلاة من الاخوان اللي موجودين الان على الشاشه. اوكي. امين. اوكي اخ اكرم، احنا فعلا راح يصلوا لك الخدام هنا مع كل الليسته من طلبات الصلاه في نهايه البرنامج. طيب شكرا جزيلا. شكرا. الرب يبارك فيك اخ اكرم. اهلا بك. الحقيقة الكلام الجميل اللي قاله الأخ سهيل والتشجيع اللي قالته الأخت ماري من شوية شجعني كتير قوي أقف قدام اسم نحمية. معنى اسم نحمية الرب المريح. فأنا عايز أقول النهاردة للنفس الخايفة، للنفس التعبانة، للنفس المهدودة، إذا كان ظروف اقتصادية، الرب العظيم هو الرب المريح. والرب المريح هو الوحيد اللي وقف وفتح ايديه ويقول لنا الكتاب في متى 11:28 قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. انا عايز اقول النهارده لو انت تعبان وقاعد قدام شاشات التلفزيون، ناس كتير وانا كراعي ناس كتير بتحكي معي وفعلا عندها ظروف اقتصاديه وفي معاناه اقتصاديه، بس انا عايز اقول لك النهارده الرب المريح يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. يقول عنه الكتاب هو بهاء مجد الله ورسم جوهره الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. الرب حامل كل شيء بكلمة قدرته. إذا كان ظروف اقتصادية، إذا كان ظروف صحية، أنا بقول الأخت إستر أيوب النهاردة يا إستر إذا كان الطب قال ما فيش فايدة، الرب بيقول لك في فايدة. الرب بيقول لك في سلام. الأخ مراد في اسكندرية في مصر، أنا بقول لك لو الطب رفض يقدر يعالجك، الرب يقدر يعالجك لأنه هو الرب المريح. أحبائي الرب المريح هو المسؤول عن قناة الأرامية. الرب المريح هو اللي بيسدد احتياجاتها من خلال كل واحد فينا، من خلال كل واحدة فينا. قول له يا رب أنا هاخد الخطوة دي علشان أبارك العمل ده لأن أنا اتبركت من خلاله. الرب المريح موجود وسطينا. آمين. الرب الشافي موجود وسطينا. الرب العظيم موجود وسطينا. آمين. 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 شكرا. آمين. شكرا قس رائف. أهلا وسهلا بك أخ عيسى معنا على الهواء. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. كيفكم؟ إن شاء الله بخير. نشكر الرب. أنا بدي أحكي هذا التليفون لحبيب قلبي سركيس. الله يباركك يا حبيبي.
لكيفك يا سركيس، اشتري لك يا زلمه. لكيفك. نشكر يسوع. يعني هلا رديتني لايام شفتك فيها بأتوا، نحن مشتاقين لك كثير. حبيبي الله يباركك يا خيي، ثانك يو، ثانك يو. ربي يباركك ويبارك عائلتك ويبارككم كلكم، وان شاء الله بشوفك بأتوا والله يشد بدايكم رجال الاراميه. امين يسوع، رب صالح يا خيي. وتكونوا بخير وسلامه، بس بدك تعطيني ترنيمه هيك حلوه تصير بوجهك امامي. رح أقولها اليوم، خلص تكرم عائلة خير. سهرانين نحن كلنا بيت جوزيف، بيت أختي بأتوا. طيب. وما نتفرج عليك. الله يبارك. تفرج على الكل يا خي، مش تصلح حالي. بس يا حبيبي سركيس لك معز كتير. الله هيك هيك بالقلب. صدقني بالقلب. الرب بيعرف قديش بحبكم يا خي عيسى، بالأخص أنت. الله يخليك، خلكي مع جوزيف سهري بدي أحكي معك. طيب خي. هديك اليوم، هديك اليوم هيك يعني جيت بفكري وقلت سركيس ما أدري وين صار. يا يا يسوع خيي سركيس حبيبي، الله يباركك يا خيي، الله يطول لي عمرك، انا مشتاق لصلاتك، تصلي لي باسم يسوع. رح نسوي لك اليوم حط الباطك، والرب رح يعمل عمل عظيم يا خيي. امين يا رب، امين يا رب، الرب الاله يسوع المسيح يبارك الاراميه. امين يسوع. وتجي علي الاموال مثل الشتاء. هللويا. الرب الاله ينجحها وينجح اختي نوال واختي هيفا وباسل وكل ياتكم الخدامين الاراميه كلهم الصغير. بس هن واسيس رائف وسهير وسركيس. وزع البركه على كل حجزات حبيبي، الله يباركك. دكتور رائف حبيبي انا بسمع له دايما دايما دايما. الله يباركك، يبارك حياتك حبيبي. ونحن الاراميه هي كنيسة بيتنا 24 ساعة صدق. أنت يمكن شفت بعينك. يا في كل بيت. أنت شفت بعينك المحطات موجودة والديش موجود. يس. ودايرة 24 ساعة الأرامية ببيتنا. الله يباركك يا حبيبي. حبيبي بطلب منك صلاة، بطلب منك صلاة لإلي خصوصي، عيوني ضعيفة مش عم بقدر أقرأ الكتاب المقدس. باسم يسوع، رب شفاك. بتعمل. أمين. بعدني لسه ما انشفيت. وناطر دوري عند الدكاترة وما عم بيمشي الحال. الرب يلمسك ويشفيك خيي. امين باسم يسوع. امين. امين, آمين يا رب. وبدي منك كمان ترنيمة يصير بوجهك امامي. امين, آمين. اوكي. امين. امين. اوكي هسه بس اخ فرحان عند كلمة وبعدين بنرنم. الميكروفون مع سركيس. بالحقيقة لما سمع سنبلط وطوبية وجشم هزوا بنا واحتقرونا. لما يسمع ابليس انه راح يبدا العمل يبدي يهاجم ويحاول يفشل. فشل. رغم المفشلات اله السماء يعطينا النجاح. رغم المعطلات، رغم الاحباطات اللي اتحكى عليها اخويا الحبيب سهيل، لكنه اله السماء يعطينا النجاح. يعني يهزؤون الاعداء، ويمكن في بعض الاحيان احنا نفسنا نحبط، لكن هل الله اعطانا روح الفشل؟ هل الله سافر؟ الله مخلى هذه الأرامية لربح النفوس لكي ما يكمل الملكوت ويجي يأخذنا على السحاب. آمين. إله السماء موجود اليوم هنا وموجود في بيت كل مشاهد ومؤمن. أريدك اليوم ترفع السماعة، لأن الأرامية هي بيت أبوك السماوي، مش بيت شخص هون ولا شخص أسسها. أبوك السماوي هو اللي أسس الأرامية، والآن واجبك واجب كل مؤمن من وين ندفع على هالمصاريف. تجي الحظيرة الأخرى تشارك ما تصور، ولا يجون جماعة الظلمة يجون يبعثون لكي ما يمشي العمل اللي قدام، لكن هو مسؤولية كل مؤمن. كل مؤمن الرب مباركه، كل مؤمن الرب مخلصه، كل مؤمن الرب حفظه، كل مؤمن الرب طار به بالأذرع الأبدية من البلد الغربة من الميدل إيست وجابه هنا وخلى قدامك كنيسة. الأرامية بتحبك، قدم للرب اللي الرب انطالك إياه لكي ما يكمل هذا العمل. آمين. آمين. حقيقة بس بتعلي على الحكي شوي، أنا كثير فرحان بالشعار تبع الأرامية اليوم. هللويا. لأنه أول ما قعدنا بدنا نحكي عن الموضوع كان تنبيه بشكل عام أنه هدفنا ما بس جمع المصاري، لكن هدفنا الأول هو أنه توصل رسالة الإنجيل لكل إنسان. آمين. وأنا كثير فرحان بأنه فعلا لما الله يعطي البركات الروحية
اطلبوا ملكوت الله اولا وبره وهذه كلها تزاد لكم، لانه فعلا الهدف الاساسي انه هالنفوس المحتاجه الحزينه تنهض وتقوم وتكون قويه في الرب، تقول له يا رب النجاح من عندك، انا ما راح يكون عندي روح الفشل ولكن روح النصح والارشاد والقوه، لانه الهنا اله حي هو قادر يمشي معنا في كل ظروف الحياه باسم يسوع. امين امين. فاول شيء الحقيقه صلاتنا اجل الاراميه، دعموها بالصلاه قبل اي شيء ثاني، ما تعطي مصاري قبل ما تصلي، ولكن بعد ما تصلي خلي الرب اللي بيحطه على قلبك هو يعمله، ولكن الصلاه في الدعم، دعم الاراميه في الصلاه خلي هو الاساس في حياتنا كلياتنا. امين امين امين. خلي ناخذ الاتصال من اخت نعمه. اهلا وسهلا بك يا اخت نعمه. ايوه اخوي، الرب يبارككم على المثل الحلو ويباركك انت هم والاخوه الطيبين، الاخ سايفه والاخ سهيل والاخ بي جي، بدي بارك له للاخ بي جي لانه راح يصير اب. أهلاً أهلاً. اخ توفيق، اخ توفيق، اوكي يا توفيق توفيق. المهم انا مشكوره الرب لانه استجابه الطلبات هذه، نشكر الرب عليك. امين امين. كمان بنفس الوقت بدي اقول للاسيس رائد، كيفك اخت نعمي؟ الله يخليك اسيس، الرب يبارككم كلكم. الرب يباركك. مره كنت طلبت منكم ثلاث سنه لاختي زينب اللي حتعمل عملية المرة اللي فاتت أسيس. أيوة. وكانت العملية علشان نظرها. آمين. والرب استجاب. ليك المجد يا رب. هللويا. ليك المجد. فتحت نظرها وصارت تشوف مرة ثانية. هللويا هللويا. لأنها سألتني قالت لي شو بيعمل ربك؟ صلي لي، لأن هي بعد مسلمة. نعم ليك المجد يا رب. آمين. فلما الرب استجاب الصلوات من خلال الأرامية. والاخوه المؤمنين يعني الرب يبارككم، والاخ فرحان والاسيس تركيس وكلهم. امين. الرب يبارككم جميعا. الرب يباركك يا اخت نعمي، وحشتينا كثير. الرب يبارك حياتك. الله يخليك، انا حكون هناك الجمعه. امين. يلا نشوفك بالايمان. يلا الرب يباركك. امين. شكرا شكرا اخت نعمي، تفضلي. بدي اقول الرب يبارككم، وانا رح ساند كمان باسم المسيح. امين امين. انت بركه لنا ايضا من تكونين معنا. امين. اهلا وسهلا. شكرا، مع السلامه. اخ سركيس، طلبات صلاة كثيرة أو 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 طلبات بالحقيقة، ترانيم. صلاة نخليها بعدين بالأخير. في ترنيمة طلبتها أخت هيفا، تعالوا تعالوا يا تعابة، هي بصدي أنا لك، أنا عملت لها توزيع جديد، حطوا لها ميوزك ونرنمها مع بعضنا. بنعمة يسوع. أمين. إسراف عم بيقول تعالوا إليه جميع المتعبين. أمين. بس هيك تعليلي صوتي والموسيقى شوي صوتي، عشان اسمع صوتي. تغفى عيون الناس وعينك إلهي إلهي ما بتغفى، ما في بغيرك خلاص، والما بيشفى عندك بيشفى يا 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 ربي يا 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 يا. كلامك يا ما ويا ما نص صدر حزن شايل، يا موصي باليتامى يا موصي باليتامى، وعينك على الأرامل يا ربي. هللويا. تعالوا تعالوا يا تعبى من عالم الحزين، تعالوا خذوا السعادة من فادي العالمين، حتنسوا هموم العالم في لحظة طرفة عين، حتنسوا هموم العالم في لحظة طرفة عين.
جماله بارع، ده جماله بارع بارع، أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع، كله محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت بكل مكان، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت بكل مكان، دورت بكل مكان. ياللي العالم خدعكم بالملء وبالشهوات، تعالوا لخلاص نفوسكم، ده العمر سنين لحظات، اتركوا زينة العالم، ده يا مطواه اموات، اتركوا زينة العالم، ده يا مطواه اموات، يا مطوى أموات، ده جماله بارع بارع، أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع، كله محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت بكل مكان، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت في كل مكان، دورت في كل مكان. هللويا هللويا مجدا. ربي يا ربي انت يا رب، الناس يمكن ينسونا لكن يسوع امين، في الضيق بيتركونا لكن يسوع معين، هو اللي بيده ساندنا في الضيق وفي الانين، هو اللي بيده ساندنا في الضيق وفي الانين، في الضيق وفي الانين، ده جماله بارع بارع، اجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع، كله محبة وإخلاص، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت بكل مكان، مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت بكل مكان، دورت بكل مكان. هللويا، دورت في كل مكان يا رب. تعالوا تعالوا يتعابى من العالم الحزين. yes. العالم بمآسي وبمشاكل وبإتعاب، لكن اللي يجي yes. للرب يسوع المسيح يلقي كل حملة على الرب يسوع المسيح. وده نشوف بغرفة الصلاة مثل ما ذكر أخ فرحان، ومثل ما كثير ده تجينا أنه الناس محتاجة، الناس مثقلة بمشاكل، محتاجة إلى صلوات كثيرة. يعني مرات ما يكون عندنا كثير موظفين موجودين، يكونون بس واحد واثنين، ما لحق ناخذ الاتصالات، التليفونات ترن باستمرار، وإحنا نحب ولو غرفة الصلاة هي يمكن من العصر من الساعة 5 إلى 6 أخ فرحان، من الساعة 6 العصر إلى الساعة 12 أو الساعة مرات لا وقت محدد. نعم نعم. بس احنا نحب انه هاي غرفة الصلاة نمددها الى بحيث تصير 24 ساعة. فلهذا هالمشروع اللي احنا بديناه انه يعني انشاء او تطوير قسم للفولنتيرز، قسم اللي
عندهم وقت يجون يخدمون هنا. ونشكر الرب اللي جو البارحة 40 واحد، وإحنا يعني نصلي أنه يكونون مو بس 40 لكن 400 واحد يجون يخدمون ويأخذون البركة، هي بركة بالحقيقة. أحبائي المشاهدين، بعد عندنا وقت، أرقام التليفونات موجودة على الشاشة، ارفع سماعة التليفون وشاركنا وشجعنا في دعم الخدمة بالآرامية، أو إذا تحب صلاة إحنا مستعدين أنه الخدام الموجودين هنا بهذه الليلة مشرفينا، هم اللي راح يصلون معك. أنا بس نقطة واحدة حبيت بس يعني بالقراءة اللي قراها الدكتور رائف، نحمية يعني قلت انه شفت انه يعني قريت انه صلى، بس بنفس الوقت من شاف الملك شاف نحمية، وبعدين نحمية قال له انه ليش كان متضايق او حزين او كئيب، فهو يعني الملك ساعده ودعمه وانطال رسالة للسلطات هناك وراح مع الرسالة ومع دعم الملك. بس نشوف هنا انه من راح هناك واللي كانوا ضده قالوا لانه انت يعني قاموا يستهزئون بي، بنشوف انه ما قال انه انا عندي رساله، عندي يعني ظهر قوي هو برساله من الملك او دعم الملك، بس انطى كل المجد انه انا اجيت ومعتمد على الاله العظيم اللي انا اعبده، اله السماء يعطينا النجاح. فيا ريت انه كلتنا يعني انه ما نعتمد على عملنا او على انجازاتنا او على نجاحنا، سواء كانت بالخدمه او بالوظيفه او باي، بس نعتمد على الرب اللي هو بدا الخدمه وهو اللي راح يكملها، هو اللي راح يوفر ويسدد كل احتياج. خليني اخت هيفا اشارك معاك بالتعبير الحلو، ويسمعوا معانا كمان المشاهدين. نحمية لما سمع الخبر ونحمية سأل الأول، وأنا بقول ناس كتير قوي قوي مرات ما بيعرفوش أخبار الأرامية لأنه ما بيسألوش. نحمية سأل وكان جواه تثقل أنه يعرف عمل الله والأمور ماشية إزاي في أورشليم. فنحمية سأل وهو بيسأل عن العمل، نحمية ابتدى يهيئ قلبه علشان يدخل للملك. أنا عايز أقف قدام الدخول للملك شوية. نحمية كان ممكن يتعرض لخطر شديد جدا لأنه كان وجهه مكمل وكان باين عليه الحزن، ونحمية كان في مركز حساس جدا إن هو ساق الملك، وساق الملك ده شخصية كبيرة ومركز كبير قوي. لو نحمية الملك شك فيه للحظة هيقطع رقبته. فالدخول لعرش الملك أو لمكان الملك ما كانش سهل بالنسبة لنحمية، لكن بالنسبة اللي بيشاهدونا، إحنا قدامنا عرش الملك السماوي، ما إحناش هنخاف ندخله. يقول عنه الكتاب في عبرانيين 4، لنتقدم بثقة إلى عرش هذا الملك. فعرش الملك ما إحناش خايفين أحبائي، ما إحناش متوقعين يمكن يوافق ولا ما يوافقش، ممكن يهددنا ولا ما يهددناش. أنا عايز أقول لك أحلى خبر، تقدم بثقة إلى عرش النعمة، هتنال رحمة، هتجد نعمة، هتلقى عونا في حينه. الملك السماوي بيحبك، الرب يسوع بيحبك وفتح حضانه ليك. إذا كان دخول نحمية إلى 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 عرش الملك كان جوه نحمية أسئلة كتيرة، صح تهيأ قدام الله وصلى قدام الله وبكى قدام الله، لكن أنا عايز أقول لك النهاردة الرب يسوع فرش الطريق قدامك، تعال لي بخطوة جريئة، تعال بإيمان، تمتع براحة الملك، تمتع باستجابة الملك. وكل الاختبارات اللي بنسمعها من الناس اللي بيقولونا، اللي بيشفى من أمراض في عينيه وبيشفى من أمراض سرطانية وبيشفى من أمراض أي كان نوع الأمراض، لأن لينا إله بيحبنا. أمين. إله بيسمع الصلاة. أنا بشجعك اتصل بينا النهاردة، اتصل واسأل علينا، اسأل على الأرامية زي ما نحمي عمل. في آية حلوة في أرمية 15 نفسي أقراها، من أحلى الآيات بجد. الرب بيتكلم اللي عمله نحمية كان بيتكلم عنه أرمية، فبيقول في عدد 5، فمن يشفق عليك يا أورشليم، ومن يعزيك، ومن يميل ليسأل عن سلامتك. تعال النهاردة اتصل بينا، اسأل عن الأرامية، ظروف الأرامية، احتياجات الأرامية، البركة اللي بتقدمها الأرامية في كل البيوت وفي كل الشاشات اللي الناس بتقعد قدامها. وربنا بيغير ناس
وربنا بيشفي ناس، والليله دي ربنا هيغير ناس وهيشفي ناس. ميل كده واسال علينا واتصل بينا. امين امين امين. فعلا شكرا دكتور رائف. شكرا دكتور رائف. انا كمان بدي ازيد شويه على اللي شاركنا فيه، انه لما نصلي للرب احنا ناتي معه ونجتمع مع الرب في كل ما يفعله بعد الصلاه. معناها لما احنا ناتي للرب ونصلي له ونبكي امامه ونسجد امامه ونركع امامه، هو قلبه حنان على اولاده وبناته ويستجيب. هل لقيت انت اب يعطي حجاره لاولاده؟ لا حاشا، هذا اله محبه بيحبنا، وهو محتاج منك انك انت تاتي له تطلب منه، وهو مفتوح، باب العرش مفتوح، خيراتهم بتكفي العالم والكون كامل. يعني الانسان، وكمان لما احنا بنجي بالصلاه بنقاوم مين؟ ابليس. نحارب معه بابليس، لان ابليس بده يحطم، نحمية بده يبني. شايف لما نحمية بده يبني كانوا الناس اللي حواليه يستهزئوا على نحمية. سو الرب بده احنا نبني من غير ما نبص عيوننا على ابليس، ونبعد عيوننا على مين؟ على المسيح يسوع، زي ما عمل بطرس لما كان ماشي على وجه الميه عيونه كانت للرب يسوع، لكن بس طلعت عيونه من الرب يسوع لقى نفسه هو بيغرق. خلينا احنا نكون دائما في على يقين بالثقه انه عيوننا دائما على الرب، ايماننا في الرب يسوع، نجي باحتياجاتنا امامه والرب هو دائما بيستجيب الينا. خلينا ناخذ عندنا اتصالات حتى الاخوه يعني منتظرين على الخطوط. اهلا وسهلا اخ بيتر معانا على الهواء. اهلا وسهلا اخ بيتر، تفضل. هلو، اهلا وسهلا اخ بيتر، تفضل انت على الهواء. ناخذ اتصال ثاني. اوكي ناخذ الاتصال الاخر، اخ هاروت. ايوه اهلا وسهلا بك، تفضل. اهلا وسهلا، شلونك؟ الله يخليك. اريد تحكي مع ساركيس. تفضل حبيبي. رامي ساكو. ايوه باريف يخبر باريف يقول له شو اصبط ورتك ترجمه Thank you, Ekpairis. Thank you. Hallelujah. Արքեն բալի Հիսուսին իրանց համար։ Այո, Եղբայր, հալելույա։ Ամեն։ Աստված օրհնեց ձեզ, Աստված ձեզ էլ ավելի զորացրի։ Աստված ձեզ հայտնության իմաստության ոգին տա։ Ռաբատի կոնֆոս։ Մերսի։ Մերսի աղուլույս դեք։ Մերսի Եղբայրս, մերսի։ Ձեր օրհնեց արքից Եղբայր, բոլորին օրհնեց, շատ շնորհակալ եք ձեզ։ Thank you։ Նմանավ ես ձեզ։ Ձեզ կարոդել եք Սարգիս ջան։ Այո, ինչ է։ Հրամե։ Thank you ربي باركك اخ هاروت، ولو احنا ما افتهمنا شيء بس باختصار. هللويا هللويا. يعني حقول يعني ربي بارك ربي بارك الاخوه. امين. يعني هذا بياكد الالسنه يا جماعه. امين. انا فهمت كل الالسنه كل. لا عم يبارك الاراميه والاخوه الموجودين، وربنا انه عم يسمع. امين. وهو يعني نصلي له حتى لابنه، هو من سوريا عم بيقول يعني. قلت له هللويا، لبنان سوريا مصر كنا. أمين. كنا واحد في المسيح. اوكي خلي الاخ مينا على الهواء، اهلا وسهلا بك اخ مينا. اهلا وسهلا بك اخ مينا، تفضل. سلام المسيح، سلام رب المجد معكم لاسره قناه الارميه، ربي يبارككم. ومعك ايضا. على مجاداتكم التي وصلتم اليها بفضل رب المجد، يعني كثير انتم سبب خلاص نفوس كثيره من اخواننا المسلمين ورجع من اخواننا المسيحيين. سلام خاص لاخونا فرحان، ربي يباركوا. انا ابن قرب اكيد عارفني. ربي يباركك. مين عرفتك؟ ربي يباركك. ربي يباركك حبيبي. انا الي طلب الصلاه اذا اذا اذا
تقدروا تصلوا لي لي ولاخي ولعائلتي والوالد ايضا هو خارج من العمليه يتصلوا له. واشكر محبتكم ولسماعكم الي ورب يبارككم. امين. ومسح معكم اخ مينا يس بوس القسيس موسى موسى مرتين من علي يا حبيبي. امين. اوكي وصلي بوسه خاصه له ربي يباركك. امين. يا رب يباركك حبيبي وصلي انا كثير بسلم لك على يا اخي ربي يبارك يا رب يحفظك ويا ريت تصلي لي يا اخونا فرحان انت بصلواتنا دائما. امين. امين حبيبي ربي يبارككم. ربي يباركك. شكرا جزيلا. شكرا اخ مينا. اتصور كان عندنا خط خسرناه وهسه اجى مرتبه خلينا ناخذ الخط. اهلا وسهلا اخ بيتر معنا. اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا تفضل اخ بيتر. انا بس كنت عايز اكلم اخ تركيس ان هو يصلي من اجلي وكده. نعم اوكي باسم يسوع هنصلي لك يا اخي بيتر. اوكي اخ تركيس معك سمعك و رح نصلي لك بنعمة الرب. بس صلاه تحتاج اخ بيتر. انا دلوقتي انا من مصر وهنا انا جيت هنا امريكا بقالي سنه في دراسه ومحتاج ان حضرتك تصلي لي. باسم يسوع باسم يسوع رب يباركك يا بيتر نصلي من اجلك حبيبي. وكمان انا عايز اقرب من ربنا اكتر. باسم يسوع ساعات بعرف كتير ما بقدرش فيها في حاجات كتير مش بقدر افهمها فانا اتمنى ان انا افهمها واقرب من ربنا اكتر. طب يا ريت يا بيتر عم تسمعني؟ انا سامعك. يا ريت هلا انت يعني قبل ما تسكر الخط فيك تصلي معنا احنا رح صلي كم كلمه وانت ترد وراي يا خيي. ممكن؟ ممكن ممكن فيك كنت عايز حاجه تصلي لي. انا رح اصلي لك بس اول حاجه خيي انا حصلي لك لكن الله بده يسمع صوتك انت خيي. الله هلا عم بسكت كل ملائكة السماء عم بيقولون اسكتوا انا بدي اسمع بيتر هو عم بيصلي بس 10 كلمات او 7 كلمات الله بده يسمعهم منك هلا وبعدين الله رح يشق السماوات وينزل ورح يقيمك من الضيقة اللي انت فيها باسم الرب يسوع. لكن اول شيء الله بده يسمع صوتك انت خيي. ممكن تسمعوا صوتك؟ اوكي فيك تغمض عيونك على التليفون وترد وراي تقول يا رب يسوع. حاضر. قول وراي يا رب يسوع. يا رب يسوع ارحمني انا خاطئ. ارحمني انا خاطئ. اغفر خطاياي. اغفر خطاياي اللي عملتها عن قصد اللي عملتها على الارض وعن غير قصد وعن غير قصد. سجل اسمي في كتابك. سجل اسمي في كتابك. هعيش امجد اسمك. هعيش امجد اسمك وارفعك عالي. وارفعك عالي. اشكرك قبلتني. اشكرك انك قبلتني. ابن لإلك. ابن لإلك. باسم يسوع. باسم يسوع. امين. 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 انت من الان خليقة جديدة وكل طلبة بترفعها قدام الرب، الرب عم يسمعك يا خيي بيتر، كل طلبة الله راح يسمعك فيها يا خيي، وراح نصلي لك الرب يشيلك من الضيقة اللي أنت فيها، ويسمع كل صلواتك. امين. امين. كنت عايز منك طلبة تاني ممكن؟ تفضل يا خيي. عايز اسمع منك ترنيمه مالي غيرك. رح اقول لك رح اقول مقطع هلا انت بس حالك مقطع صغير. اوكي خي يلا أوكي. بس اول مقطع بقول لك انا بشوي رنمتك. شكرا. مالي غيرك الجا لي ربي وانا تعبان. مالي غيرك احتمي لو جار الزمان. مالي غيرك أنا ربي وأنا تعبان. مالي غيرك أحتمي بي لو جار الزمان. انت الضامن بكرة ويومي انت بتعطي راحة نومي. انت الضامن بكرة ويومي انت بتعطي راحة نومي. انت وحدك بس
بقدر ألجأ لي أنت وحدك بس، بقدر ألجأ لي. ربنا يباركك يا حبيبي. بيتر، نفسي أقول لك بيتر، إذا كنت في حاجات كتير مش فاهمها وصعب عليك، نفسي يا بيتر تبدأ من اليوم تقرأ الكتاب المقدس باسم يسوع. ابدأ من اليوم، افتح العهد الجديد وابتدأ اقرأ في كلمة الله، وقول للرب يا رب أنا في حاجات مش فاهمها وضحها لي. يا رب بيحبك لما تكون ابنه، الابن دايما يروح لباباه يا بيتر، ولما يكون مش عارف حاجة يسأل باباه. أنا عايز أقول لك من اليوم أقعد صلي قبل ما تنام، وصلي أول ما تقوم من النوم، قول له يا رب افتح حنية عشان أفهمك وعرفك أكتر وأكتر. أمين. يا رب هيباركك يا بيتر، وروح كنيسة يا بيتر، لو أي كنيسة قريبة منك تكون كنيسة كتابية، روح كنيسة اسمع كلمة ربنا وتشجع، وخلي شركتك مع مؤمنين. أمين. لو في أشرار بيشدوك لورا وبيتعبوك، اقطع علاقتك مع الأشرار يا بيتر، لأن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. وهنصلي كلنا من أجلك حبيبي. الرب يباركك يا بيتر. أمين. الأخت هيلدا معنا على الهواء، أهلا وسهلا بيكي. سلام سلام ليسوع عليكم. سلام الرب معك أيضا، تفضل. أحفظكم كريستو. بس حبيبي دا أطلب، أنا بالنسبة لي أحس أكو إيمان بقلبي بس أغديق وأكثر وأكثر. وأنا كنت خادمة كنيسة بالعراق. نعم نعم. فحاليا أنا جيت لأمريكا ما فشت، السبب عندي أطفال، 4 أطفال. نعم. فما يعني روحي للكنيسة قليل، وأن أطمش على عليكم وأطمش على قناة الكرمة يعني دائما، بس أحس إيماني مثل يعني صار سطح. نعم نعم. أخت هيلدا هسه يعني اطلب من القس رائف راح يقودش بكلمه صلاه. أمين. وانت همين تصلي مع القس رائف. هيلدا هيلدا، كلنا يا هيلدا بنمر بظروف زي كده. قبل ما نتقابل مع الرب يسوع مرات كتير تبقى حياتنا طالعه نازله طالعه نازله، مرات كتير بنسمع يقول الكتاب يا هيلدا في اعمال 16 عن امراه كانت بتسمع الكلمه، صح ما كانش فيه وقتها الاراميه وما كانش فيه الكارما، لكن كانت بتقعد مع الأخوات تسمع الكلمة. لكن لما جه الوقت يا هيلدا، جه الوقت المعين إن هي تفتح قلبها للرب، فتحت قلبها والرب غير حياتها. عشان كده هيلدا أنا نفسي صلي معايا الصلاة الصغيرة اللي هصليها معاكي، رددي ورايا وقول الكلام ده من قلبك، وانت شايف الرب يسوع فاتح أحضانه ليكي وهيقبلك بالإيمان النهاردة، وهيكبر حياتك ويكبر إيمانك. أمين يا هيلدا؟ أمين. تصلي معي؟ رددي ورايا اللي هقوله دلوقتي. قول يا رب يسوع، يا رب يسوع، أنا إنسانة خاطئة، أنا إنسانة خاطئة، وأجرة الخطية موت، وأجرة الخطية الموت، وأنا يا رب ما أقدرش أغير نفسي، وأنا يا رب ما أثق أغير نفسي. يا رب أنت مت لأجلي على الصليب، يا رب أنت مت لأجلي على الصليب، لأجل الصليب، وشلت خطيتي، وشلت خطيتي. يا رب اقبلني، يا رب اقبلني، غيرني، غيرني، اسكن فيا يا رب، اسكن فيا يا رب، خليني بنتك يا رب، خليني بنتك يا رب، عايز اعيش ليك من النهارده، عايز اعيش ليك من النهارده يا رب، عايز اعيش ليك من النهارده يا رب. تكون انت كل شيء في حياتي يا رب، تكون انت كل شيء، تكون انت كل شيء في حياتي، في اسم ربنا يسوع، اسم ربنا يسوع. امين امين امين. يا هيلدا انا عايزك من اليوم تصدقي انك لما بتطلب الرب بايمان هو بيسمع، وهو سمع الصلاه بتاعتك. اقرا الكتاب المقدس يا هيلدا، بليز اقرا الكتاب وعودي صلي، كلمي الرب حتى لو مش متعودة أنك تعرفي تصلي. عفوا للمقاطعة، بس أنا عندي ملاحظة صغيرة. اتفضل. أنا مشكلتي أحس نفسي أنه من أتخرب على الإنجيل أخاف منه.
احس انه انا كل شيء صغير قدام هذا الكتاب اللي امسكه بيدي. الكلام ده اللي بتقوليه كلام حلو، انا كنت زمان زيك بالظبط، كنت اخاف اقرب منه. لكن تعرفي الكتاب ده ايه يا هيلدا؟ لما يكون ليكي انسان بيحبك، ابنك او جوزك او اي حد غالي على قلبك، ويبعت لك جواب ويقول لك يا هيلدا انا بحبك. الكتاب المقدس جواب من ربنا ليكي بيقول لك انا بحبك، فانت تصدقي ربنا. ما احب اطول عليك، مجرد انه في يوم يعني بدي اطلب الاهلي في سوريا متضايقين كثير، انا ماديا مو هذيك الكثير لاني عندي 4 اطفال، بنفس الوقت ارحب يعني اساعد اي واحد محتاج. ويعني انا يعني دائما الشغله بالتي احس الغريب اذا يحتاج انطيه يا راسك. الرب يباركك يا هيلدا، والرب ما دام انت قلبك بيعطي الرب هيعطيكي، والرب هيبارك حياتك. الكتاب يقول تفضلي يا هيلدا. ثانك يو. بس اشنو انه انا اريد تصلوا لي الاهلي بسوريا. امين. هنعمل هيك وانا عايزك انت تبتدي تصلي من اليوم. ضايق هو اخوي كثير، كنا ضايق هونك، عنده اطفال صغار، بنفس الوقت تبهدل، كان راح لتركيا ورجع للعراق وما تلقى راح لسوريا، فكلش ما ضايق خطي. انا ساعات يعني عاد اطلب صلاه اللواء اكثر من ما عاد اطلب اللي، بس انت اللي قلته لي الانجيل واصلي، يعني كلش كلش ممنون لك. ما تخافيش ابدا تقري في الكتاب ده، جواب من بابا السماوي، ده جواب من بابا ليكي، فقولي له انا بحبك عشان انت حبيتني واديتني كتابك. ماشي يا هيلدا، الرب يباركك، وهنصلي من اجلك ومن اجل عيلتك في سوريا. شكرا جزيلا اخت هيلدا، واذا تحتاجين اي صلاه، اذا تحتاجين اي شيء رجاء اتصلي بالاراميه، احنا اي شيء تحتاجيه حتى يشجعك ويقوي ايمانك احنا مستعدين نبعث لك اياه، وعندنا اتصالين ناخذهم بسرعه، وبعدين نصلي للجماعه كلهم. أمين. اللي طلبوا الصلاه. أمين. وبعدين ترنيمه ختاميه من الاخ سركيس. اهلا وسهلا اخ ديف، اهلا وسهلا، انت مع الهواء. ستيف اهلا وسهلا اخ. الو. اهلا وسهلا اخت ايف. ايفلين. إيفلين يا أهلا وسهلا، تفضلي. هلو. يا أهلا وسهلا، أنت على الهواء معنا، تفضلي. شكرا. أنا أشكر الرب يسوع المسيح أنه صنع عجوبة معي قبل 45 دقيقة. آمين. أنا طلبت غرفة الصلاة وصلت لي الأخت إيفال. نعم. أنا عرفت صوتها، لأن أنا على طول أشوف الفضائية الأرامية. آمين. يعني من حكيت معاي عرفت انه صوت ايفال. طلبت من الرب وايدي، قلت له انه صار عندي وجع بايدي وعظام يدي اليمنى، وصلت لي، وبعد ما صلت لي بخمس دقائق 10 دقائق ادوس عظام ايدي ماكو وجع. امين. ليك المجد يا رب. امين. ليك المجد يا رب، ده الاله اللي بيحبنا يا ايفي، ربي يباركك. شكرا للرب يسوع المسيح. امين. وبركات الرب ورعايته السماويه تكون معاكم جميعا. امين امين. يسوع هو امس واليوم وغدا الى الابد. امين. نشكر الرب. شكرا. نشكر الرب. ثانك يو. شكرا لك. شكرا على اختبارك. شكرا على اختبارك، وشكرا انه الناس ترجع وتشكر الرب. آمين. تمجد الرب. هللويا. لانه نرجع كل المجد للرب، لانه هو اللي يشفي، هو اللي يعمل. اهلا وسهلا، انت على الهواء معنا. السلام. سلام المسيح تكون معك ومعك ايضا اخت مارسيل. انا مارسيل. اهلا وسهلا. انا محتاجه صلاه من اجل اولادي. نعم. ارجوكم تصلوا من اجلهم. نعم. وانا هشارك في الارميه $50. ثانك يو. هللويا. ثانك يو اخت مارسيل. واتمنى ان انا اخذ الترسيله دي لانها معزيه جدا ليا، بحبها قوي. فلو الاخ ممكن يبعثها لي او تكرم عينك. اوكي، راح نبعث لك اياها. اي وحده منهم اللي رنمها الاخ سركيس؟ مالي غيرك. مالي غيرك. نعم، اتصلي بالاراميه واحنا نبعث لك اياها.
نبعث لك السي دي. تحب الشيك يوصل على النمره اللي هي محطوطه على التلفزيون؟ نعم، اتصلي بهذه النمره وانطي العنوان وانطي رقم التليفون وانطي الاحتياج واحنا نبعث لك اياها خلال يومين ثلاثه. No, I asked you about the check. ابعث الشيك. اتصل يعني العنوان موجود على الشاشه، اللي تشوفين العنوان على الشاشه هسه موجود، فابعثي تشيك على هذا العنوان. اوكي؟ سلام، ربنا معك. ومعك ايضا، يا اهلا وسهلا. اوكي، الطلبات كثيره قس رائف، اذا ممكن بس تصلي لها لانه ما بقى لنا وقت، وبعدين ترنيمه. بس يعني احتياجات كثيره يوميه بالمئات ناس تخابر. ايوه لكل اللي الرب يعرف الطلبات، يعني ماكو داعي نقراها كلتها، بس يعني اخير وحده هاليوم اخت عفاف من كاليفورنيا، وعندها يعني براسها كانسر وكانت تبكي بدمع، فنحتاج انه نرفعها لعرش النعمه، لانه هي اللي تدعم الاراميه واللي تصلي الاراميه، ونرفع كل الطلبات اللي امين. احب اقول لكل اللي بيسمعونا واللي طلبوا طلبات صلاه، هقرا ليكم الكلام اللي قاله الكتاب المقدس وبعدين هنصلي. على احد بينكم مشقات، ده الكلام موجود في يعقوب اصحاح 5، على أحد بينكم مشقات فليصلي، أما سرور أحد فليرتل، أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه، يدهنوا بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. كل الموجودين في الاستديو هيصلوا، والناس اللي بيسمعونا واللي موجودين معانا قدام شاشات التلفزيون وبيسمعوا البرنامج، كل المؤمنين القديسين ارفعوا ايادي بركه وارفعوا معانا طلبات لالهنا الكريم يلمس هذه النفوس. خلينا نصلي من اجل كل الناس دول. امين. يا ربنا المبارك الكريم الطيب، بنشكرك يا رب، بنعظمك يا رب، انت سامع الصلاه. ان كان ياتي اليك كل بشر فكم بالاولى قديسيك يا رب. يا رب ليك كل سجود القلب يا رب. أنا برفع بين إيديك الأمينة الكريمة يا رب كل نفس طلبتنا، كل نفس مريضة، كل نفس متعبة، كل نفس حزينة يا رب، كل نفس تحت قيود شيطانية، كل نفس تحت يا رب أثقال اقتصادية، كل نفس يا رب متألمة وتحتاج النهاردة طمأنينة. أنت رب الشفاء، أنت اللي قلت أنا الرب شافيك، أنت اللي قوة هتخرج من جلالك. ارسل كلمة يا رب، ارسل كلمة يا رب، ارسل كلمة يا رب لكل نفس مريضة متألمة الآن يا رب. سمعنا اختبار أن أخت من 45 دقيقة تمتعت بالشفاء يا رب. أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. أنت اللي كنت بتتجوز وتتحنن وتشفي كل المرضى يا رب. يا ما قلت يا ما لمست يا رب، بتقبل نجازتنا وتقبل ضعفنا وتقبل يا رب فشلنا، جايين لك نرمي أثقالنا عليك يا رب. عايزين نسمع اختبارات رائعة وعظيمة من النفوس اللي انت لمستها الآن يا رب وتحننت عليها بالشفاء يا رب. لا يقف أمامك مسافات، ابعت كلمتك الآن يا رب. وبالإيمان في اسم ربنا يسوع المسيح، نفوس قد لمست الليلادي ونفوس قد شفيت الليلادي، واسم الرب يسوع العظيم هيتعظم ولكل سجود القلب. آمين. هللويا هللويا. آمين آمين. آمين. مع بعضنا قلبه حنين. 159 حياة مثل ما كانت الأرامية هي سبب تعزي لكل الناس، وكمان الناس كانوا سبب تعزي للأرامية. وأنا بحب عزي دار حداد، غسان حداد، نزار حداد، وريما حداد بانتقال أمنا الفاضلة وداد حداد إلى السماء. ربي عزيكم، أنتوا كنتوا بركة حياة للأرامية وبركة لحياتي أنا، بعزيكم. أي رقم؟ 159. قلبه حنين حبه يبين اني صليبه ده كان تكفير عن خطايانا، مات وفدانا نعمة غنية وحب كبير. قلبه حنين حبه يبين
خلي معانا امان وسلام وسط لمحنا بسرع لمحنا يسوع الحلو وجالنا اوان الف وعوده تملي معانا امان وسلام سر حياتنا ده هو يسوع المشاهدين راح يكون عندنا اسبوعين من هذا الاحتفال من هذه الفرحه مع الرب يسوع المسيح ارجو انه تبقون معنا مو بس هالليله بعد ساعه يعني الساعه 11 بتوقيت ديترويت راح يكون عندنا لايف توك شو اخر تسابيح وترانيم مع الاخوه الموجودين هنا الاحباء وايضا بقيه الاسبوعين القادمين ابقوا معنا ونلقاكم بعد ساعه اهلا وسهلا بكم.